جديد. انطلق المؤتمر العام ASAP الخاص باتحاد روابط تحالف ستار لاينز والذي يعقد لأول مرة بالقاهرة. يتناول المؤتمر السلامة الجوية وكيفية الوصول إلى أعلى المعدلات العالمية في صناعة النقل الجوية، إضافة إلى الدورات التدريبية ودورها في الوصول إلى درجة عالية من المهنية والحرفية من خلال تدريب الطيارين والتزام الشركات بساعات التشغيل والراحة، مما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة الجوية على الطائرات. الحمد لله وصلنا لمجهودات كويسة جدا ان احنا نجيبهم عندنا في ظل الظروف اللي احنا فيها، دعما لتنشيط السياحة واجندة العمل عندنا. بنتكلم في مشاكل طارين، الخبرات الطارين اللي بنقدر نستفيد منها من الشركات الأجنبية. تحالف الستار هو تحالف مكون من 28 شركة دولية بما فيهم طبعا شركة مصر طيران. فعاليات المؤتمر تبدا النهارده ان شاء الله لمده 3 ايام. المؤتمر اختارنا مصر عشان الاحداث اللي حصلت في مجال الطيران الفتره اللي فاتت في مصر، فكان مهم بالنسبه لهم ان هم يعني يجوا يشوفوا احوال الطيارين بعد الاحداث اللي حصلت، خصوصا بعد حادث الطائره 804 مصر طيران. نفى وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي أي زيادة في أسعار اللبن المدعم والمسعر جبريا، مؤكدا أن